رشيد، 30 مستشفى خرجوا عن الخدمة منذ بداية هذا العدوان، وأكثر من 50 مركزا صحيا من أصل 54 أو 55 مركزا صحيا في قطاع غزة. مستشفى شهداء الأقصى، وقبل أن تتوسع العملية البرية في المحافظة الوسطى، هو أصلا مستشفى صغير ولا يستطيع أن يغطي كامل المجازر والغارات التي كانت تستهدف المحافظة الوسطى. وحتى في الأوضاع الطبيعية كان هناك ضغط شديد على هذا المستشفى الذي يغطي مساحة واسعة من مخيمات اللاجئين في تلك المحافظة. نسمع على المدى البعيد أصوات القصف المدفعي، لكن هذا المستشفى الصغير وبرغم ذلك يواصل فتح أبوابه ويقدم خدمة طبية على الأقل بحدها الأدنى. يوم أمس أو قبل أمس رصدنا استهداف لقسم العمليات برصاص القناصة، وعدة رصاصات أو على الأقل رصاصتين اخترقتا جدران ذلك القسم. خلال ساعات النهار استمعنا لشهادات، وأيضا نقل لنا الزملاء من فريق التلفزيون العربي المتواجد هناك باستهداف المستشفى سواء في محيطه وفي أقسامه برصاص مسيرات إسرائيلية. دعت إدارة المستشفى ودعت منظمة الصحة العالمية لعدم إدخال هذه المستشفى في يعني المناطق الخطرة والاستهدافات من قبل الاحتلال. هناك تخوف أيضا من أن تتحول المستشفيات التي يحاول الاحتلال الاقتراب منها في مناطق تواجد آلياته لمشابهة ويعني إعادة سيناريو مستشفى الشفاء والفظائع المروعة التي ارتكبها الاحتلال هناك. لكن حتى هذه اللحظة المستشفى يعمل ويفتح أبوابه بخدمة طبية من حد أدنى إلى متوسط على الأقل، لكن هناك حالة من القلق والخوف بسبب استمرار استهداف محيطه واستهدافه أيضا بالمسيرات الإسرائيلية هنا في مجمع ناصر الطبي خلال العدوان. وخلال الشهر الأخير أيضا شهدنا استهداف محيط المستشفى بأحزمة نارية، استهدافات لمنازل، مجازر جرت في محيط المستشفى لمنازل مختلفة، واستمرار للغارات. الاحتلال يستهدف كل شيء، يستهدف المرافق الطبية، مستشفى الهلال، مستشفى الأمل ومقر الهلال الموجود في غرب المدينة استهدف على الأقل 4 مرات، واستهدف محيطه أكثر من مرة، وارتكبت هناك مجازر مروعة استشهد فيها 10 من المواطنين بسبب الاستهدافات سواء بالقصف المدفعي أو حتى من طيران الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الاحتلال يستهدف كل شيء ولا يفرق بين قطاع صحي أو حتى منازل مدنية وما بين صحفي ومواطن.